وهلا رح نروح مشاهدينا وايضا سوسن لمجموعه من الاخبار. اكيد. بدايه يعني اخبار الذكاء الصناعي وهذا التطور اللي عم نشهده كثيره ومختلفه وبكل المجالات، بدي اروح لخبر لفتني بيتعلق بمرآة جديده يمكن ان تكشف عن الامراض او المشاكل الصحيه يلي ممكن تلاحظها على وجهنا وقت نحطها قدامنا. هي بالمختصر حلو لدرجه التطور بعالم الاي اي والذكاء الاصطناعي. صحيح. صرنا بنشوف معارض متخصصه بهذا الجانب، والاختراع الموجود فيه هو المراه. بمجرد ما انت تتطلع بهي المرايه الذكيه عن طريق علامات موجوده بجسد الانسان، ممكن تكشف لك احيانا الاكتئاب، احيانا اذا في عليك مثلا علامات انه ممكن تقرب بعد فتره. حتى انا اللي صدمني كثير يعني هي حلو. هي الخبر او هذه المعلومه حسب صحيفه ديلي ميل البريطانيه ذكرت انه ممكن المراه تنبه عن ارتفاع ضغط الدم، عن اعراض حمى، عن اعراض اكتئاب، مشاكل صحيه حتى عقليه ونفسيه ممكن ايضا نلاحظها، والتوقع في حال نحن رح نصاب بسكته دماغيه لعشر سنين. يعني لهي الدرجه وصلنا من انه هذا الذكاء الصناعي قادر على انه يدرسنا او يعرف هلا هو حلو مستقبلنا اكثر من الله. تخيل مثلا الاله او الحاسب الذكي قدران انه هو يعرف انت شبك بس اللي حواليك مو عارفاني انت شبك. عرفت شو؟ انه انت احيانا بتحس بارهاق نفسي، حزن، تعب، اكتئاب، والمراية فيها تكشف هذا الشيء، بس اللي جنبك اللي قاعد معك بنفس البيت اللي قاعد جنبك بطاولة الشغل مو عارفة. أنا صراحة بتخيل إنه أنا أجي وقف قدام المراية وإلا شو بني تقول لي لو بهمك كنت عرفت يا مرايتي لحالك. يا مرايتي هلا أنا حلوة اليوم بتقول لك صحيح. تماما. خلينا نكفي بالشق الثاني المتعلق بهذا الخبر. أيضا بضمن هذا المعرض تم الكشف عن أكثر من اختراع، ومن ضمنهم رابيت آر 1 وهو عبارة عن مساعد ذكي بيساعد الشخص لحتى هو ينسق مهامه الوظيفية. فينا نقول انه هو شخص بيساعدك فعليا اذا انت بحاجة لشيء معين، او فينا نقول مؤنس، يعني انت بتكون عم تعمل اكثر من تفصيل، اكثر من قصة سوا، بتحكي معه، بتدردش معه، احيانا دردشة صوتية او حتى دردشة عبر التكست مسجز اذا فينا نقول، بتحكي له انه بدي اعمل هيك، شو رأيك؟ سؤال بسيط بحتى بيعمل لك ترتيب معين لأولوياتك بداخل اليوم. فبيساعدك على ترتيب. بس نحن شو رح تكون يعني حياتنا في حلوة رح يعمل كل هدول؟ هلا لا انا بحاجته. انا بحاجته لاني انسانه بدي اعمل بس بدي حدا يدفشني. بدنا حدا يعطينا دافع بالحياه. بدي اعمل بس بدي حدا يدفشني. الشيء الحلو انه مثلا بتقول له انه انا عندي كذا كذا، بيرتب لك اولوياتك، بيقول لك انه لا اهم شيء انك تعمل القصه الفلانيه، ثاني بتتاجل، فيك تعملها بعد ساعتين. هيك بخف عليك الضغط، بتحس انه كل شيء منظم، بنفس الوقت مؤنس. تحكي معه اذا ما حدا يحكي معك. جميل هذا الحديث، يعني هي اهم شغله. يعني وقت تكون هيك قاعدين ومالين وكذا فبدنا حدا يحكي، اوقات بنروح لاصدقائنا فبالتالي ما حدا بيرد. هي رح نروح لثالث اخبارنا ايضا بما يتعلق من اجل التكنولوجيا. رح نروح للصحه، ودراسه اخيره اثبتت انه اليوم شرب المشروبات الغازيه المحلات ممكن يؤدي الى اصابه وإصابتنا بسرطان الكبد. وهي الحالة ممكن تكون عند 80% أو 85% عند السيدات أكثر من الرجال. بشكل عام اليوم المشروبات الغازية المحلات ممكن تشكل يعني خطر نحن ما ممكن نحس فيه. صح. وبالتالي عبوتين بالنهار ممكن يأثروا علينا، ممكن يشكلونا هاي البيئة أو هاي الأرضية للإصابة بسرطان الكبد. تماما. يعني لصراحة صدمتني. نحن دائما بنحكي بخطورة المشروبات الغازية على انه فيها سكر كثير وكل القصص، بس انه نحن بنعرف انه هي ممكن تأذينا، بتعمل مثلا سمنة، بتعمل ادمان احيانا انه انت دائما بتحب تشرب هيك مشروبات غازية دائما. ولكن يعني بما يخص هي الدراسة، العلماء قالوا انه هن ما حددوا فعليا شو هن السبب اللي بيؤدي لانه يكون في سرطان كبد، ولكن انه هي بيكون فيها كمية كبيرة من السكريات، هي السكريات بتتجمع على الكبد، فبالتالي اذا ما صار في سرطان لا سمح الله بيكون في مثلا تشحم على الكبد او مشاكل معينه. خلينا ننتقل لثالث اخبارنا. هو الامانه مو خبر على قد ما انه عم بتعد. يلا منيح انت مركز بالتعداد. هلا الامانه هو ما رح يكون خبر على قد ما هو يكون شيء بيلمسنا بحياتنا، بيكون في شخص معين بحياتنا، وربما نحن هذا الشخص يلي نتملك الاشخاص. خلص انا رفيقتك، ممنوع تحكي مع غيري، ممنوع تمزح مع غيري، حتى لو مزح بسيط بغار على الدرجة؟ لا مو أنا. لا احنا عم نحكي عن ناس التانيين. بيكون في شخص معين بيحاول يتملك الأشخاص. هلأ في أسباب معينة بتأثر بهذا الجانب، بيقولوا أنه
في بعض من القصص بتكون ناتجة عن تجارب سابقة. بيكون شخص بيكون عنده مجموعة من الأصدقاء تركوه، فهو إنه لا أنا بس رافق رفقات تانية، ممنوع يرافقوا حدا تاني مشان ما يروحوا ويتركوني مثل تجربة السابقة. مرقت بي هيك قصة؟ يعني هلا أنت عم تحكي وذكرتي الأمثلة. لا مو لهالدرجة، أنا ما كنت متعلق، أنا كنت اللي متعلق فيه للصراحة. تمام. فهي الحالة الأخطر والأقصى يعني. وإذا تشوفي شخص عم وحدا عم يجرب يتملكك، ردة فعلك رح تكون انه انا ما بدي، انه انا خلينا خلي في حدود. وبالتالي ممكن تشكل اذيه كثير كبيره للطرف. لما نشوف احيانا بالمزح انه نحن يوم ال 24 ساعه 23 ساعه الي وساعه لك، عمل شيء فيهم صح. فهي الحاله بتخيل منها صحيه. يمكن موضوع ايضا فقدان الانتماء بيلعب دور بهذا الموضوع، او حاله انه انا ماني منتمي ل هي يمكن تظهر اكثر بالمشاكل الاسريه او بالبيت او بالمنزل. وبالتالي وقت نشوف شخص قادر يعبي لنا هذا الفراغ باهتمام بالعاطفه، ممكن يعطينا هذا الاهتمام، ممكن تكون هلا احيانا بتشوفها كمان موجودة. بالشغل هلا اذا نحن متعودين مثلا انه انا وبشار رفقات، بشار بطل رفيقي، انا بحس انه بطل في لي انتماء، انه ما عندي حدا احكي معه بداخل بيئه العمل، فهذا الشيء كمان ممكن يضايقك. بيقولوا كمان انه احيانا الغيره والتنافس ممكن تاثر بهذا الجانب، ممكن الشخص يحس بانه هو بغار لما بيشوف رفقاته، بتكون هذا الشيء فعلا انه هو خايف، فينا نقول مصطلح خايف بانه هو يفقد مكانته عند الاخر. هذا الشخص حيبطل يحبه مثل قبل، فحيكون كثير بشع هذا الشعور، فبالتالي بيعالجه بالغيره. صحيح. ويمكن كمان هلا عم تحكي وعم نشوف ايضا دراسه او الخبر، الاحتياج للقوه او للثقه. صح. بعض الاشخاص بيستمدوا قوتهم وثقتهم للاسف من شخص اخر، وقت يكون عندي رفيق محبوب، وقت يكون عندي رفيق حياته الاجتماعيه كثير هيك ببلك والضوء عليه، انا بجرب اتقرب منه، بجرب اتمسك فيه، اقضي اكبر وقت معه لاحصد هي العلاقه او هي المحبه بشكل عام. بتشوف انه صحيه هالعلاقه؟ يعني انه انت بيكون انت ما غايتك انك ترافق الشخص لانه هو منيح او لانه مثلا عنده اخلاق منيحه او شيء، بترافقه كرمال انه هو موجود او في عليه ضوء بداخل المجتمع. ايه بعيدا يعني يمكن بعض الاوقات هي العلاقات او هي المعرفه تحديدا او هذا الجانب ممكن يخلي الشخص يصحى على هيك مطب كثير قاسي، او مثل ما بقول بالمصطلحات العاميه على كف كثير قاسي. هلا انا بخليه انه انا شو عم بعمل. هلا انا اكثر قصه لفتتني بالخبر بما انه احنا خلصنا فكره انه التجارب السابقه هي اللي بتاثر بهذا الموضوع. صحيح. يعني مو بالضرورة إذا في شخص فعلياً أذاك بفترة معينة فبالتالي أصدقائك المستقبليين حيتركوك وحيخذلوك، فما ضروري إنه نحن نخاوط الأشخاص نحطهم بالسجن. مسك فيهم 23 ساعة لك ساعة لي كتير مشعة، لأنه أحياناً بيكون في حب بيتحول هذا الحب لأنه نقول نفران. صح. او انه بدك تبعد عن الشخص. ننفر انا من الاشخاص اللي بتنفر معك انت. اوكي باول فتره كنا بنضحك، بعدين بحس كانك انت عم حاسه حالي معتقله. اكيد صحيح. هاي الحاله سوسن كثير منها صحيه. اليوم وقت نقيد او نتدخل بحياه الشخص بتفاصيله اليوميه. صح. باشياء خصنا فيها وما خصنا فيها، بالتالي بتكون ما نستغرب من ردة الفعل اللي ممكن يظهرها هذا الشخص، ممكن تكون عن محبة. صح. وصدقاً عن محبة. بتخيل هاي الحالة ما رح تكون عن كره أو شيء سلبي، الوقت متعلق بالشخص بكون لأنه منحبه، ولكن طريقة التعبير والتقييد ما بتكون صحية وغير صحية.